اهلا بكم ومساحه جديده للراي اليوم الخميس. النهارده بيوافق الذكرى التاسعه لثوره 30 من يونيو، ذكرى انقاذ وطن من جماعه ظلاميه ارادت سلب هويه الوطن والنيل من متانه نسيجه المتلاحم. تعد ثوره 30 من يونيو فخر المصريين والامه العربيه كلها. أنقذ فيها جيش مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي المنطقة العربية بأكملها من مصير مظلم عندما انحاز لإرادة الشعب ومطالبه العدل. نجح في نسف جميع مخططات اختطاف الدولة من براثن جماعة إخوان إرهابية وحكم فاشية دينية. وقد أثبتت ملايين المصريين للعالم أجمع أن شعبنا المصري قادر على صنع المعجزات لنبني وطن ونصحح مسار ونفتح آفاق للحلم والأمل من جديد، لتبقى مصر بأمتها عزيزة وحرة في سعي مستمر لتعود مصر آمنة ومستقرة يقودها حاكم قوي مخلص للوطن بيؤكد للشعب صحة اختياره، وهو مقدم على إعلان جمهورية جديدة بتحمله وصبره وقدرته على صنع المستحيل وهزيمة التحدي. المزيد من التفاصيل حول ذكرى يوم 30 من يونيو بيسعدنا أن نتناولها بالتفصيل مع ضيفنا الأستاذ عمرو الجندي الكاتب الصحفي بالأهرام. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك. طيب وانت طيبة. طبعا نهني أنفسنا بالذكرى الجميلة دي، ذكرى انتصار ثورة 30 من يونيو، ذكرى عزيزة عند كل مصري أصيل يدرك قيمة هذه طبعاً البلد. طبعا أستأذن حضرتك، يعني طبعا عايزة قبل ما نبدأ نتابع تقرير ونستكمل بقى، نبدأ مع حضرتك الحوار أرجوك. لم تكن ثورة 30 من يونيو مجرد لحظة عابرة عبر فيها المصريون عن غضب أو سخط أو امتعاض، بل كانت أرقى صياحات التعبير عن أقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخا وأكثرها نبلا، وهي الانتماء إلى الوطن والولاء للأرض. إننا ونحن نحتفل بالذكرى التاسعة لثورتنا المجيدة تحت قيادة آمنة ومستقرة يقودها حاكم قوي مخلص للوطن هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، نتوجه برسالة شكر غالية إجلالا لكل من ضحى بروحه لرفض التطرف والإرهاب، مؤكدين أن الشعب المصري أثبت للعالم كله أنه الأكثر صبرا والأصدق عزما والأشد يقينا بدولته ومؤسساته الوطنية. وستظل أحداث ثورة 30 من يونيو وذكرياتها محفورة في قلب كل مصري ضد من أرادوا سلب هوية البلاد في غفلة من الزمن والنيل من نسيجها الوطني. لقد قامت ثورة 30 من يونيو ضد جماعة ظلمية إرهابية أرادت تغيير هوية مصر بفاتورة من النار والدم في أحداث متلاحقة من التحريض على العنف وإقصاء كل المجتمع المصري بكل طوائفه ما عدا أتباعهم دون النظر لمصلحة البلاد أو العباد. فجاءت الكلمة الفصل والقول الأخير لشعب مصر كعادته عبر التاريخ، ليس فقط كرد على سوء الإجراءات السياسية أو الأمنية أو العسكرية أو حتى الاقتصادية، بل في المقام الأول من أجل الحفاظ على هويته وعلى وحدة أراضيه المصرية وتماسك نسيجه الوطني. وقد وقف الجيش المصري إلى جانب ملايين الشعب الذين خرجوا للتصدي للفاشية المستترة بشعارات الدين، مثبتين للعالم بأكمله أنه لا أحد يستطيع قهر إرادة المصريين الذين رفضوا الاستسلام لمخططات تزييف الوعي، مؤكدين أن مصر عمود خيمة المنطقة سوف تظل بخير وستتغلب وتنتصر على جميع التحديات والمشكلات التي تواجهها لتحقيق التنمية الشاملة للبلاد في جميع المجالات. أن ثورة 30 من يونيو كانت وستظل واحدة من أهم وأعظم الثورات في تاريخ مصر، ثورة توحدت فيها كلمة المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية، تجمعوا تحت راية الوطن ليسطروا بعزيمتهم وإرادتهم ملحمة أبهرت العالم كله. حفظ الله مصر قيادة وشعبا وحفظ جيشها العظيم. اهلا
اهلا بكم من جديد. معايا في الاستوديو الاستاذ عمرو عبد الرحمن الكاتب الصحفي. عايزه من حضرتك كده يعني صوره بانوراميه لما حدث على مدار التسع سنوات وما كان ليحدث لولا تحرك الجيش وتوحده وجوده في ظهر شعب مصر. ما زلنا حتى الان نمسك باللحظه الذهبيه اللي جمعت فيها كل قوى الشعب، وانا مؤمن ان جيشنا شعب وشعبنا كله جيش مقاتل، ده سر المصريين من الاف السنين. نعم. في اللحظه دي توحدت فعلا الشعب، لمس نفسه، لمس ذاته، فقدر ان هو يلمس موطن قوته. نعم. فقدر ان هو يتحرر من ربقه كيان انا بعتبره كيان احتل مصر داخليا، وهو مثل الفيروس. الجماعه الارهابيه هي عباره عن فيروس ليس له وجود بدون عائل يحملها ويد تغرسها. نعم. غرستها المخابرات البريطانيه من سنه من العشرينات سنه 28، ودائما انتقلت من يد الى يد، من المخابرات الامريكيه للمخابرات وهكذا الاسرائيليه. نعم. الى اخ الى ان احتضنها الحزب الحاكم في العهد البائد، واصبحت ذات يطلق عليها قوه معارضه. نعم. فلما حصلت احداث يناير او ثوره يناير انقضت على الاحداث. نعم. وليس في مصر فقط، ولكن كسيناريو بجماعات مشابهه حركتها. نعم. نفس القوى اللي. نعم. حركت الربيع العربي او الربيع العبري. نعم. بشكل اوقع في كل البلاد بنسخه واحده. نعم. نسخه واحده. نعم. هذه النسخه تعتبر نسخه محدثه من ربيع ملون بدا في اوروبا الشرقيه. وتم اسقاط انظمه الثورات البرتقاليه في يوغوسلافيا، في كل البلاد اللي طبعا تاثرت. نعم. وبولندا وغيرها. نعم. نتيجه هذه الثورات تؤكد ان المصدر او اليد المحركه لم تكن يد بيضاء، لان. نعم. كل هذه الدول انتقلت من معسكر لمعسكر، هي كل حكايه انها انتقلت. نعم. من الشرق. نعم. للغرب. نعم. من تبع المعسكر الشرقي. نعم. لحلف نيتو. نعم. وطبعا ده احنا لامسينه حاليا في الاحداث في الحرب الروسيه الاوكرانيه. نعم. نعم. معركتنا اننا نستمر في هذه الثوره، هذه الثوره معركه، لانها معركه مع من غرس هذه الجماعه في مصر والشرق العربي باكمله. نعم. من متابعتنا لكلمة سيادة الرئيس وما تم من إنجازات، يعني أنا بالنسبة لي قراءتي يعني الواحد يقول ثورة 30 من يونيو نجحت بإنجازاتها اللي احنا لمسينها على أرض الواقع دلوقتي، إصلاح اقتصادي، اجتماعي، إصلاح ديني. كيف ترى شكل التسع سنوات الماضية؟ أرى أن مصر حققت في هذه التسع سنوات ما لم تحققه في 32 سنة أو 33 سنة نصا ورقميا. نعم. ده لا خلاف عليه، ده متفق عليه بإحصاءات. نعم. يعني لسه كنت بتصفح جريدة قديمة كانت 2008. نعم. احنا كنا أفشل واحدة من آخر أفشل 31 دولة بتقرير كانت نشرها الفورين بوليسي سنة 2008. نعم. من صندوق النقد والبنك الدولي. نعم. ايا كانت التحفظات على هذين الجهتين، ولكن تقاريرهم مهمه ولاذات اشارات. نعم. النهارده لما نتكلم ان اقتصاد مصر نامي. نعم. اننا في حاله صعود نفس الجهات على فكره. نفس الجهات. ورغم اننا غيرنا تماما توجهاتنا، لم نعد محسوبين على المعسكر الشرقي. نعم. ولم نعد محسوبين على المعسكر الغربي. نعم. ولكن اصبحت مصالحنا القومية العليا هي التي تقود. نعم. وهي التي نضعها أولا، سواء جلسنا مع الغرب مع الشرق أو الغرب. نتذكر من حوالي أسبوع سيادة الرئيس كان بيلقي كلمة بالكونفرنس مع منتدى سان بطرسبرغ. نعم. في نفس اليوم اللي بيستقبل فيه وفد الاتحاد الأوروبي عشان نتفق على تصدير الغاز لأوروبا. نعم. نعم. إذن لا أظن أن في العالم دولة بهذه القدرة. نعم. ولا هذه المواقف المستقلة ذات السيادة. نعم.
ويعني السيادة مع في السياسة الخارجية نبع من قوتنا من داخليا والإصلاحات الاقتصادية اللي حصلت، وأيضا ما قام به سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي من التواصل مع كافة الجهات، إفريقيا اللي كنا منقطعين عنها لعقود، الدول العربية، هذه الزيارات المكوكية اللي بتشهدها مصر داخليا وخارجيا. قبل ما نتكلم على الصورة البانورامية اللي انت ذكرتيها في البداية دي مهمة جدا، نعم، تأثيرات ثورة يونيو عالميا، نعم، خلينا نتكلم عن حضرتك ذكرتيه حالا وهو، نعم، الداخل. نعم، هنلاقي ان أدائنا في الخارج يختلف قليلا عن أدائنا في الداخل. نعم. ليه؟ لان احنا في الخارج احنا بنتصرف بحرية بأريحية. في الداخل هي الأساس. نعم. ليه؟ لان ما زال هناك قوى رجعية، قوى قديمة، نعم، سعية انها تعيد تدوير نفسها، نعم، سواء قوى سياسية او حزبية بتعيد تدوير نفسها حاليا بشكل، نعم، يبدو انه هو جديد ولكن هو نفس الكيان القديم. خلايا نائمة كما كانت دائما تعمل تحت الارض، هي لم تختفي، يعني لا توحد المصريين طبعا، خلايا نائمة وكيانات على وجه الارض صحيت واشتغلت على كأنها بتتكلم باسم أو في صورة، نعم، معبرة عن يعني بالعودة للصورة اللي احنا شايفينها دلوقتي، ويعني بصراحة صورة كانت مؤثرة جدا لينا نفسيا كلنا، الواحد مش قادر يعبر عنها، يعني تقريبا 30 مليون والأقوى من ده وقوف الجيش تلبية لرغبة، يعني احنا كشعب خرجنا في مناداة ومناشدة سلمية لإعلان رفض جماعة فاشية، يعني الإخوان المسلمين ليسوا، يعني هذا ليس الإسلام المصري الوسطي المعتدل، يعني احنا مسلمين معتدلين. انا عشتها وفخور ولله الحمد والشكر، من علي بان انا اعيش هذه اللحظة بعد فترات طويلة جدا جدا من احلام، نعم، وطموحات الواحد طول عمره ظن انها لن تتحقق، نعم، ولله الحمد والشكر، نعم. طبعا لحظة يعني كلنا كمصريين بنعتز بيها. ماذا كان ليحدث لو لم يعني يقف الجيش في ظهر المصريين في هذه اللقطة؟ يعني مستحيل الجيش ما يقفش في، هو الجيش من ايام عرابي، وهو الجيش في ظهر المصريين من ايام عصر الاسرة، نعم، من ايام 10,000 سنة او 7,000 سنة بنتكلم، الجيش هو اللي الملك نارمر، هو المقاتل، هو مؤسس مصر الكبرى ومؤسس اول ده ياخدني برضه لسؤال مهم لحضرتك، يعني احنا المنطقه يعني حوالينا بتموج بالصراعات وحاله عدم الاستقرار، يعني شايفين الجيش العراقي اللي كان ثاني اقوى جيش في الوطن العربي خلاص يعني تم حله، طبعًا. الجيش السوري، اليمني، طبعًا. الليبي، طبعًا. منقسم، طبعًا. سر قوه الجيش المصري ووحده المصريين، العقيده، احنا عقيدتنا القتاليه في الجينات بتاعتنا، في يعني حطي المصري في أي مكان في الخارج هتلاقيه بيقاتل في شغله، نعم، في مجال عمله، في لو بيلعب رياضة بتلاقيه المصري عنده جين القتال، لم يقدر على هزيمة قوى العالم شرقا وغربا غير المصري، نعم، دي في الجينات، يعني حاجة خلقت الله سبحانه وتعالى، ربنا خلقنا لهذا خير أجناد الأرض، التاريخ يصدق هذا. طيب الجماعة الإرهابية أيضا لم تلعب فقط على هذا العامل، لكن أيضا يعني كانت بتعمل على التفرقة ما بين المصريين نفسهم، أطياف الشعب ليس فقط مسيحيين ومسلمين لكن أيضا مثقفين والأقل ومن كانوا يعيشون في العشوائيات، احنا طبعا ما فيش عشوائيات دلوقتي الحمد لله، الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعمل عليها، يعني كانت يعني بتحرص على وضع فتنة بين كل أطياف الشعب، يعني احنا وصلنا في مرحلة ما المسلمين فيما بينهم ووجدنا من يتحدثون عن شيعة، فكيف ترى هذه يعني أسأل ايضا مره تانية احنا يعني مصر متلاحمه كشعب، احنا في فينا قوه، من غرس هذه الجماعه بهذا العمق من الفكر الضال، نعم، فهو مخابراتي،
لا يمكن ده يكون انسان طبيعي، لا يمكن ده يكون نبت سر فشل، ده نبت شيطاني ملوش عمق في الارض، لكن في 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 شغل يعني اهل الشر زي ما الرئيس قال. نعم. عرفوا ان هم يدلسوا على المصريين دينهم. نعم. وعلى العرب وعلى اماكن كتير جدا. نعم. على فكره الجماعه ليها انتشار، وقواعدها فين؟ قواعدها. نعم. في برلين، قواعدها في لندن، قواعدها في سويسرا. نعم. يعني يكفي ان هم كانوا عايزين يعملوا جيش موازي يحارب المصريين. هتوقف مع هذه النقطه ونتابع ما ذكرته الصحافه ونعود مره اخرى للاستوديو. نبدأ جولتنا من الأهرام والكاتبة سكينة فؤاد. يمكن أن نعتبر ثورة 30 من يونيو ميلادا جديدا تستعيد به مصر الأمل والثقة في تحقيق ما تمناه وخرج من أجله الشعب المصري. ورغم إنجازات كبيرة تحققت، فلابد من القراءة السليمة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم من أجل العبور بالبلاد من أزمة دولية البقاء فيها للأقوى والأقدر. في اليوم السابع كتب دكتور محمد فايز فرحات إن ثورة 30 من يونيو جنبت مصر والمنطقة نمطا من التحالفات المخيفة، كما أكدت أن كل دولة من حقها تطوير نموذجها السياسي والاقتصادي دون تدخل خارجي، وبما يعود بالنفع على شعبها ومحيطها الإقليمي والدولي. إن المعركة لم تكن سياسية بل كانت على كيان الوطن وهويته. ننتقل إلى البيان وجمال الكشكي يشير إلى أنه سيأتي اليوم الذي يعرف فيه الجيل الجديد معنى ثورة 30 من يونيو التي أضاءت الطريق أمام دولة وطنية حديثة حافظت على هويتها، ثورة صاغت نظاما عربيا جديدا وأنقذت خرائط وأوطانا. في الشرق الأوسط يؤكد بكر عويضة أن ثورة يونيو أسهمت في إحداث تغيرات مهمة داخليا وفي الجوار الإقليمي. فهل من الصعب تخيل الوضع في ليبيا لولا التدخل المصري الحاسم؟ وبالمثل في الشرق والجنوب والشمال، إن مصر بإرادة شعبها سوف تنتصر في كل معاركها. نختتم من أخبار اليوم، حيث يشير دكتور أسامة أبو زيد إلى أنه من الجميل أن يكون الاحتفال بثورة 30 من يونيو قبل أيام من الحوار الوطني الذي سيفتح فيه الرئيس السيسي ذراعيه لجميع خواطر وأفكار التيارات الحزبية والوطنية، وهو ما يعد ضوء الأخضر لمزيد من الانطلاق. إن مصر تسير على الطريق الصحيح. أهلا بكم من جديد، معي في الاستوديو الأستاذ عمرو عبد الرحمن الكاتب الصحفي. ويعني بانوراما سريعة كده عن شكل ما حدث والإصلاحات الاقتصادية وما وصلنا إليه في علاقتنا داخليا ودوليا، وأيضا يعني الإرهاب ودور العالم لمساعدة مصر يعني القضاء على هذه الظاهرة. عظيم. احنا طبعا عندنا هذه الثورة قلبت موازين المؤامرة العالمية لنشر حاجة اسمها الفوضى الخلاقة. نعم. في فترة غيبة مصر الثلاثين سنة حاولت بعض القوى زي تركيا وإيران انها تتقلد موقع ريادة، ما قدرتش، لان ده موقعنا. نعم. ومكاننا وحناخده ان شاء الله. نعم. نجحت هذه الثورة في القضاء على الإرهاب. الإرهاب ليس هو الحرب الأساسية، ولكن هو مخلب القط. كل الإرهاب اللي حوالينا في الدنيا ده مجرد مخلب القط. ولكن الحرب الأساسية مع صناع هذه الظاهرة الإرهابية ولصقها زورا بالإسلام. لو احنا بصينا على الحرب على ثورة يونيو، وانا بسميها انا رأيي انها معركة 30 يونيو لانها معركة ومستمرة. نعم. معركة وجود زي ما سيادة الرئيس قال. نعم. هذه المعركة مستمرة أفريقيا لأننا استعدنا ما تم إضاعته من نفوذ و و و و وريادة مصرية وسيادة مصرية في أفريقيا. نعم. مهم جدا أن هي في الاتجاه العربي أن هي أعادة ضبط البوصلة العربية بعد ما كانت دايما منحنية ناحية الجهة الأمريكية، أصبحنا اليوم ماشيين على نفس البوصلة المصرية اللي هي المصالح. نعم. القومية العربية بقى العليا مش بس المصرية. نعم. لولا ثورة 30 يونيو كان زمان سوريا ضاعت. سوريا ضاعت معناها ان روسيا اللي هي كانت واقفه في المنطقه اللي على الحدود
كانت انهارت. نعم. كان الأسطول الروسي في القرم ضاع، القرم نفسها نعم. كانت ضاعت. نعم. سقوط روسيا معناه سقوط العالم يمينا، يعني هيبقى نعم. العالم هيختل توازنه. نعم. وكان هيستمر مخطط الفوضى الخلاقة ليطال أوروبا نفسها وحتى أمريكا. طب عايزة أرجع للداخل مرة أخرى، والمبادرة اللي بيطرحها سيادة الرئيس اللي هي جمع أفكار من التيارات الحزبية والوطنية المختلفة، وتأثير ده على الإصلاحات القائمة بالفعل، وهذا الطريق اللي اتخذه سيادة الرئيس. نرحب طبعا بهذه الدعوة الكريمة. سيادة الرئيس بيفكر إن ترجمتها إيه لحضرتك؟ هو عملية لم الشمل، إحنا عايزين نلم شمل المصريين. نعم. لم الشمل هينتج منه حاجتين. نعم. إن في قوى الخير والبناء الحقيقي وليس السعي للمصالح هي اللي هتلاقيها بتنجذب أوتوماتيك كده بشكل تلقائي لهذه الدعوة وهتستمر. أما القوى الرجعية، أما القوى القديمة اللي بتحاول تعيد نفسها، تعيد هيكلة نفسها حزبيا أو كل ده مع الوقت مصر قادرة على نفض غبار أي نظام قديم، أي بقايا قديمة. مصر تقود ولا تقاد. نعم. ومن يعلم سر هذه البلد يقودها بإذن الله كدولة، قيادة عسكرية وإدارة نعم. مدنية، وكلنا على قلب مقاتل واحد هو قائد واحد، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس أيضا في كلماته شكر الشعب المصري وأشاد بدوره في يعني نجاح هذه الإصلاحات الاقتصادية اللي تحملها المواطن أيضا، ولولاها يعني هو أشار أنه لولاها لما يعني عدينا ما كنا لنمر من أزمة كورونا وبعدها الأزمة الأوكرانية، ما كناش نتوقع طبعا الأزمتين دول. مصر نعم. قبل الأزمتين دول كانت ماشية بمنحنى يشهد به العالم. نعم. والحمد لله برضو استعدنا نفسنا. نعم. مش مازلنا نعم. طبعا، لكن بس استعدنا بسرعة الأمور، رغم طبعا احنا في ازمات، يعني اكيد الدنيا بتواجه العالم كله، ولا نعم. امريكا بريطانيا بتواجه، احنا بنواجه ما يواجهه العالم، احنا جزء من العالم، ما احناش جزيره منعزله. نعم. ولكن اهم اساس لاننا نحقق المضي قدما هو التخلص من الشوائب. نعم. هناك شوائب نعم. بعض جوانب الفساد القديم المستمر احيانا، بعض رؤوس الاموال الفاسده هي اللي بتعرقل استكمال والمضي قدما في هذه الاصلاحات. نعم. أساس النصر في هذه المعركة في الداخل هو أساس وليس بدونه نعم. النصر في معارك الخارج جميعا إن شاء الله. يعني كلمة أخيرة أختم بيها، رؤيتك لمصر بعد 30 يونيو. أنا شايف أن مصر بتستعيد شفرة وجودها. نعم. شفرة وجودها، الكلام ده مش هيفهمه غير المصريين. شفرة الوجود، معركة الوجود، الريادة العالمية، الحضارة اللي سبقت العالم واللي العالم كله ينهبها يتعلم منها. نعم. مصر قادرة وقاهرة بإذن الله، ويقودها خير من فيها، وأعتبره خير من حكم مصر من 1000 عام. أنا بشوف أن مصر كانت محتلة من أيام الاحتلال الفاطمي العثماني الفرنسي الإنجليزي، كل هذه المراحل مرت فيها مصر بمرحلة قاسية جدا من تاريخها. عديناها بثورة 23 يوليو، استعدنا القوة أكتر في ثورة 30 يونيو. المعركة مستمرة، احنا مش هنصلح في 10 سنين في التاريخ، ده شيء بسيط قوي، بس احنا على الطريق الصحيح. مصر قبل التاريخ، ومصر باقية، مصر المستقبل. بشكر كل الشكر دي في الاستوديو الأستاذ عمرو عبد الرحمن الكاتب الصحفي بالأهرام. كل عام وأنتم بخير، المجد لشهداء الوطن، أشوفكم على خير.